كهرباء، قاعدين الاطفال بيعبوا ميه زي ما انت شايف. والله ما في كهرباء ولا ميه ولا خبز، قاعدين بنجري على الشباك نعمل الخبز. انخنقنا احنا، والله انخنقنا. الوضع صعب جدا بالنسبه للميه والوقت، يعني الشركه هذه اخر شركه بتعبي بقطاع غزه موجوده ميه حاليا. الله اعلم ايش يصير كمان يوم يومين ثلاثه في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها. والله الايام اللي جاي علينا حتكون مؤشراتها حتكون صعبه. بقصوا في بيوت فارغه، بقصوا بيوت مليانه في اطفال، في شيوخ، فالامور كل مالها بتزداد صعوبه.